السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة البلاد والتي بينت: جلالة الملك المفدى أيده الله حريصون على توفير الحياة الكريمة للمواطن، الاعتماد على المعدل بدلا من الاختبارات لنيل البعثات، وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: الملك مشاركة 6000 مواطن ومقيم بتجارب لقاح الوقاية من فيروس كورونا تبعث على الاعتزاز، فتح باب التسجيل للتطوع بالتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: الملك أيده الله إسهامات نبيلة لقوة الدفاع في مواجهة فيروس كورونا، ولي العهد يصدر قرارا بتنظيم الخدمات المالية، وزير المالية تعزيز كفاءة الإنفاق وخفض النفقات. ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: رئيس الوزراء رعاه الله يوجه إلى وضع آلية لتصحيح أوضاع سكن العمال، ناصر بن حمد الشباب البحريني على سلم الأولويات الوطنية، خالد بن عبد الله استراتيجية حكومية متكاملة على ضوء تحديات ودروس أزمة فيروس كورونا. نقل صحيفة الوطن أن معالي وزير الداخلية أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتولى حصر المواد الخطرة ومواقع تخزينها وآليات التفتيش عليها والتأكد من الالتزامات بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن. بيّن صحيفة الوطن أن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل للتطوع الاختياري في التجارب السريرية الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من خلال المنصة الوطنية للتطوع. وكشفت الوزارة أن باب التطوع سيكون مفتوحاً أمام 6000 متطوع ومتطوعة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وبقلم الكاتبة فاطمة الصديقي نشر صحيفة الوطن مقالاً لها، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: ما فعله حسن نصر الله في كلمته بعد الانفجار يحلف يميناً ويداه ملطختان بدماء الأبرياء في لبنان وسوريا والعراق واليمن ودماء شهداء الواجب جنود البواسل في البحرين، مملكة البحرين إحدى الدول التي لم تسلم من إرهاب حزب الله، لا تزال مساعي الميليشيات قائمة تستهدف أمن المملكة، فلولا رعاية الله عز وجل ويقظة وزارة الداخلية لأصبحت المملكة ضحية أخرى من ضحايا إرهاب حزب الله كسوريا والعراق واليمن ودولة منكوبة كلبنان لا قدر الله. نحن اليوم البحرين والسعودية والإمارات ومصر في مواجهة الداعم الأول لإرهاب إيران النظام القطري، أعلناها وما زلنا ثابتين على الحق وثابتين على المقاطعة، لا نجامل في استقرار المنطقة أبدا ولا نراهن على أوطاننا مهما حدث. نقل الصحيفة الأيام أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعلنت أن أعمال إنشاء جسر مشاة لمسار اللؤلؤ على شارع خليفة الكبير تستدعي غلق الشارع على 3 مراحل. نطالع من صحيفة الأيام أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أهابت بالمواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء إعلانات للاستثمار في شركات التداول عبر الإنترنت.
نقرأ من صحيفة الأيام أن 10 مشاركين نجحوا من اجتياز مرحلة التصفيات والتأهل إلى المرحلة النهائية لمنافسة أقوى رجل في البيت، والتي ستكون في 15 من شهر أغسطس الجاري. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق مشروعا مشتركا لقياس التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية، وذلك بهدف دعم عملية صنع القرار ببيانات وتحليلات موضوعية. لفت الصحيفة أخبار الخليج أن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي أكد أن اللجنة استطاعت مواكبة التغيرات المتسارعة لجائحة فيروس كورونا، والتي أسهمت في تنفيذ مبادرات فاعلة للتحول الإلكتروني. حول ما تطرقت إليه جلسة مجلس الوزراء، نقرأ مقالا من صحيفة أخبار الخليج للكاتب محميد المحميد، والذي جاء بعنوان الشفافية المالية والمشاركة بمسؤولية. فإلى هذا المقال. كشف حقائق الوضع المالي للمرحلة الحالية والتي تم الإعلان عنها في جلسة مجلس الوزراء أمس أمر تشكر عليه الحكومة الموقرة، ويؤكد إيمانها العميق بنهج العمل بشفافية ودعم الشراكة المجتمعية في المسؤولية الوطنية. كشف الحقائق وبيان المعلومات للمواطنين وباعتبارهم شركاء في الوطن من شأنه أن يسهم في التفهم العام للوضع القائم ودعم الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل المصلحة العامة. نعم، يوجد لدينا انخفاض في إجمالي الإيرادات الفعلية، يوجد ارتفاع في العجز الفعلي في الميزانية، والأسباب هي تراجع أسعار النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي وتجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، على الرغم من وجود نمو اقتصاد بفضل مبادرات برنامج التوازن المالي. لفت الصحيفة البلاد أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي أكد أنه نتيجة للظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، قررت الوزارة تعليق العمل بالاختبارات الخاصة بالبعثات الدراسية والاكتفاء بالاعتماد على المعدل التراكمي معيارا للتنافس على البعثات الحالية. هذا وخط الكاتب أحمد جمعة مقالا في صحيفة البلاد، والذي أتى بعنوان منصة للقد. فإلى المقال. محنة كورونا وما صاحبها من تداعيات على مستوى بلادنا البحرين يمكن تحويلها لمنصة لغد أجمل وأروع، حيث نستطيع إذا تكاتفنا شعبا ودولة وإرادة خلق المعجزة التي تصنع الحضارات. والدليل على ذلك الآلاف من الكفاءات من العاملين والمتطوعين على خط الجبهة الأولى بالمعركة مع كورونا، وقد أنجزوا خلال شهور قصيرة ما يعادل عمل سنوات طويلة. مركز تاريخي لمدينة عيسى، شكرا لحكومتنا الموقرة، عنوان مقال للكاتب أسامة الماجد في صحيفة البلاد. فإلى هذا المقال. أسعدتنا موافقة مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشان استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركزا تاريخيا لهذه المدينة، كونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة. سيكون هذا المركز شاهدا على الموروث الثقافي العريق والغني لمدينة عيسى، مدينة الثقافة والفن،
وأكبر ميناء لتصدير الفنون والثقافة. مدينة عيسى ليست مجرد مدينة عادية، إنما تاريخ وتراث وأول مشروع إسكاني ضخم على مستوى دول الخليج. إن هذا المركز سيكون بلا شك نافذة لأمجاد وتاريخ وتراث مدينة العظماء، ولإبراز كنوزها في شتى الميادين وأبعادها الحضارية والتاريخية والثقافية. فشكرا من القلب لحكومتنا الموقرة على الموافقة والاهتمام بتراثنا وكنوزنا التاريخية. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.